السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيرين من قناة وصفات الطب النبوي. النهاردة جايلكم بوصفة حلوة قوي للتخسيس، بس قبل ما اقول وصفتي لأول مرة يشوف قناتي يا ريت يدعمني باللايك واشترك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة وصفتنا من مكون واحد وهو البن. البن طبعا معروف ان هو مقشر للجلد وللبشرة وكل حاجة، وان هو عشان حبيباته وتعتبر خشنة شوية فهو بيساعد في التقشير وكده. النهاردة بقى الوصفة بتاعتنا يا جماعة للناس اللي أرداف كبيرة، يعني في ناس كتير بتعاني من أرداف الكبيرة وفي ناس الأرداف بتاعتها ضعيفة، فاحنا بقى دلوقتي بنساعد اللي هم أردافهم كبيرة ان هما يخسسوها بحاجة ايه موضوعية وكده وسهلة. الوصفة النهاردة بصوا هي كمية حسب ما انتي عايزة، يعني حسب المنطقة وكبرها بتحطي الكمية اللي انتي عايزاها، والمية طبعا الكمية اللي انتي عايزاها. فاحنا دلوقتي هنحط المية بالطريقة دي وهنقلبه بالشكل ده الخليط لحد ما يتجانس خالص مع بعض المنظر ده، ما نخلوش سايب قوي يعني بحيث ان انتي ايه تعرفي هقولك تعملي ايه بعد ما نلف الخليط بالشكل ده. خلاص طبعا انتي بتخشي تاخدي الشاور بتاعك، قبل ما تاخدي الشاور بتاعك هتعملي الخلطة دي. اول حاجة هتعمليها قبل ما تاخدي ايه الشاور، هتيجي في المنطقة اللي انت عايزة تخسسيها. معلش انا هعمل على ايدي، هاخد كمية كده مثلا ماشي بالشكل ده ودائري، هتفضلي تفركي في المنطقة اللي انت عايزة تخسسيها كده. وعلى فكرة يعني غير ان هي هتخسس هتنعم يعني هتشيل الجلد الميت اللي في الجسم، فده برضو هيبقى وصفتين في وصفة واحدة يعني حاجة حلوة قوي بصراحة. انا بحب البن ده كمان على بشرتي، بعمل سكريب لبشرتي وكده فبينعمها وبيفتحها بصراحة. بصوا انا دلوقتي هغسل لك ايدي وهوريك الفرق كمان، احنا مش للتفتيح ولا حاجه، بس هي برضو يعني بتخسس بطريقه جميله قوي. البن طبعا معروف، وهتفضلي تفركي 10 دقايق فرك للمنطقه اللي انت حابه تخسسيها. ارداف الاذرع طبعا ساعات بتبقى مليانه دهون، البطن، الافخاد، يعني اي منطقة عندك مليانة انت تقدري ان انت تخسسيها بالوصفة دي. هغسل ايدي واوري لكم الفرق كمان في التبييض هيعمل ازاي، هيبقى ازاي. اهي ايدي بعد ما غسلتها، بصوا الفرق. مش عايزة اقول لكم ان هما عاملة ازاي، انا بعد الفيديو طبعا هعمل ايدي التانية. بصوا الشكل، بصوا الفرق يا جماعة، يعني ايدي دي مسمرة قوي شوية يعني، ودي مفتحت ونعمت قوي وشايفين طبعا بتلمع. بصوا بقى دلوقتي بعد ما طبعا انا بوريكم بس يعني الفرق بيبقى عامل ازاي بعد السكارب ده اللي احنا بنعمله. هنعمله ايه تاني بقى؟ معلش هعمل تاني بحيث ان انا ايه اعرفك بعد ما هتعملي هتعملي ايه، يعني لو حابه، بس هتبقى طبعا مش للأرداف، الطريقة دي مش هينفع للأرداف، هتبقى للبطن أو للأذرع. بعد ما احنا بندعك كده حركة دائرية، نفضل ندعك لحد ما نحس ان احنا بحرارة كمان في الجسم، كل ده بيساعد في تخسيس الدهون. خلاص طبعا انا حاسه اساسا بحراره في ايدي. هناخده بقى بصوا يا جماعه الاسترتش ده اللي هو بتاع المأكولات والحاجات دي اللي احنا بنغلف بيها، هتروحي لفه بيها المنطقه اللي انت
عايزه تخسسيها. تمام، انا كنت في الفيديو السابق عامله لكم اللف التنحيفي بالزيت الجنزبيل، المره دي بقى بالبن بس. يعني هو ده وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم وباذن الله هتفيدكم، ويا ريتك تعملي الوصفه دي 3 مرات في الاسبوع عشان تلاقي نتيجه مرضيه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.